نعمل عندنا الناجتس بتاعنا، نجيب عندي صدرين اتنين من الفراخ عشان نعمل العجينه بتاعتنا والكبه تبقى موجوده معانا. عندي فلفل الوان، عندي كزبره خضراء، عندي توم باودر، عندي بصل باودر، عندي بابريكا، وعندي شويه من البيكنج باودر. ده بيدي بيخليها تبقى مفتحه اكتر ما تبقاش مكتومه، فاهمه ازاي؟ وبعد كده بنعمل لها التغليف بتاعها، لكن خلينا في العجينه بس دلوقتي، فاهم ازاي؟ يعني خلينا في العجينه دلوقتي اللي موجوده هنا. فاول حاجه بقوم جايب عندي صدور الفراخ، اجيب يعني صدرين اتنين واقطعهم عندي مكعبات، ونبدا نحطهم فين؟ في الكبه. فلفل اخضر، فلفل احمر، فلفل اصفر، واجيب عندي كزبره. بعد كده بقوم جايب عندي التوم الباودر، بصل باودر، شوية بابريكا، طرف معلقة صغير من البيكنج باودر أو بيكربوناتو، وتحط حاجات بسيطة جدا. وأقوم رايح عندي واخد عندي شوية الملح، وبعد كده الفلفل بتاعنا. طبعا الصدور، طبعا أي حاجة بتجيبيها في الفراخ زي ما قلت لك، ملح وليمون ومعلقة طحينة تخلي الموضوع فل. وبلاش تنقعي الحاجة كتير، يعني أكتر حاجة 10 دقايق، لأن موضوع الفراخ يا جماعة، وخلي بالك الأنسجة بتشيل مية. يعني صدور الفراخ خصوصا لما أجي مثلا أقلي حاجة زي كده، أنا لما أجي أحط الحاجة دي في المية وبنقعها، المية على فكرة الفراخ بتشرب المية، فتيجي تشيل الحاجة بعد كده ما تعرفيش إن أنت تستخدميها. هي الفكرة بس بتنقعيها 5 دقايق وتقومي شطفاها وتبدأي تشتغلي بيها على طول، خصوصا الحاجات المقلية بالزيت. أقفل ونشغل. الجبنه زي الفل كده يا استاذ. تعالوا بقى ايه، نقوم واخدين عندنا شويه جبنه برمجان لو عندك، بتخليها فله. ابشرها، نعملها كده من هنا، نقوم مشغلين. بس يا باشا كده اتفرمت معايا تماما، مبلاش تفرمي اكتر من كده، اكتر من كده هتلاقي ايه بتبدا اللي هي تنعم معاكي قوي، وانا مش محتاجه ايه تبقى ناعمه قوي عشان اعرف ان انا اتحكم فيها. لقيتيها مش هتعرفي تتحكمي فيها، الموضوع سهل، حط لها معلقتين اتنين بقسماط. ولكن انا بصراحه موضوع البقسماط في الحاجات ديت بتخليها تقيله معاكي في الاكل، ما تبقاش هشه كده وحلوه. لكن الفرم هو اللي بيفرق، بلاش تفرمي فيها كتير في الكبه. نجيب ميه. بص الناجتس بقى يا استاذ بميه كده اهو، وبشكله كده زي صدور الفراخ. طيب تعالوا بقى نشوف عندنا. بص الناجتس اهو يا جماعه، انا بعد ما خلصته وعملناه بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، بقوم حاطه فين؟ بقوم حاطه فين؟ في الفريزر. لازم يتجمد الاول قبل ما ابدا ان انا اعمله طبقه البانيه بتاعتنا اللي هي الكريسبي بتاعتنا ده، وده اهم حاجه. الناجتس طبعا يتحط الفريزر عشان انت تعرفي اللي انت تستخدميها. انا استخدمها على طول ونشتغلها ان شاء الله، لكن انت تحطيها او على فكره تقدري انت تخزنيها للاولاد عندك، والموضوع بيبقى حلو جدا. طلعيها من الفريزر تقلي على طول. هنا بجيب عندي بقى البيض، ماشي كده. بصي اي قشره بقى بتقع، عشان كده بنقول ايه، بنقول لازم القشر البيض لازم يكون مغسول. فالناس بتتريق يقول لك ازاي اعمل اغسل بيض يا عم انت بتكسره. لا، هو البيض على فكره المفروض يتغسل قبل ما تستخدميه. القشره اهيت مثلا اللي وقعت ديت كده، بصي اهي بطلعها من كده، الموضوع في منتهى السهوله من غير ما تحط ايدك بقى ايه، الموضوع مش هتلاقي، مش هتعرفي تتحكمي اصلا انت تطلعيها خالص. هو القشر بيبقى عارف بعضه. عندنا شويه من الملح، شويه من الفلفل، وبعد كده بنقلب. نقوم حاطين عندنا شويه من اللبن،
كده بقى ايه تمام التمام. طيب نقفل دول توم هنا، وعندنا زيت يكون سخن غزير عندي على النار عشان هننزل فيه الناجتس بتاعنا. طيب هنا بقى زي ما اتفقنا دقيق بيض ولبن، وده الكريسبي. الكريسبي ده موجود فين يا فندم؟ هتلاقيه موجود عند اي عطار، هتلاقيه موجود اهو قدام حضرتك، ده مش بقسماط. طب نقدر نجيبه منين؟ من مكان تاني، اي سوبر ماركت برضه هتلاقيه موجود فيه. بجيب عندي الناجتس زي ما اتفقنا، ويا ريت تحط زي ما قلت لك في الفريزر عشان تعرفي تتحكمي فيه، ونقدر نخزنهم في الفريزر عادي جدا. كده اقوم منفض بيض، نشيل ونقوم حاطين فين؟ في الكريسبي عندنا. اهو كده، وبعد كده نقوم شايلين، وعشان كده بقول لك في الفريزر بقى بتلاقي ايه سهله انت تتحكمي فيها خالص. نقوم حاطينها هنا، نقوم حاطين عندنا الكريسبي بالراحه خالص. طيب انت لو لقيتي طبقه الكريسبي مش مظبوطه قوي وعايزه تاني، بتديها بتنزلها البيض واللبن، لكن هي بصراحه هي كده هي طبقه حلوه جدا، يعني بلاش ايه نحط اكتر من كده. انت بقى عايزه تتحكمي فيها وتحطيها وتخزنيها، بتحطيها في طبق فوم، وتجيبي كيس بلاستيك وتقومي حاطه رصه، بس طبعا تكون الفراخ ديت لازم تكون في الفريزر طالعه من الفريزر عشان لما تيجي تحطها فوق بعض ما تعجنش. فاهم الوصول ازاي؟ تعال ناخد بقى اول واحده ديت وننزل عندنا الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. هي ننزل التانية الزيت برضو، ننزل التالتة. طبعا مجرد اصلا تمسك الزيت، ما تنزل الزيت بقى بتلاقيها كلها ايه مسكت في بعضها. ادي البيض واللبن اهو، والملح والفلفل. شايفة الناجتس بقى ما شاء الله طالعة من ازاي؟ يطلع بعد ما خد عندنا اللون الذهبي كده، حطها على منشف مطبخ. ما تاخدش وقت خلي بالك، وتتحط بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. طبعا ماشي بالراحه ليه؟ عشان الحاجه ما تقطعش مني، لان انا ما دخلتهاش فريزر، لان بصراحه من اكتر الحاجات انا بحب اعملها حاجه اللي بعملها على الهواء بتطلعها على الهواء. اكتر حاجه مراعي ربنا فيها قوي الحته ديت، مش في حاجات كتير ما ينفعش ايه تبقى موجوده على الهواء زي الكيك مثلا، لا ده لازم يتعمل قبل الهواء. يعني بكره عاملين ان شاء الله كم كيكه قلب كده بنحضر فيهم النهارده، ده عشان موس لازم يخش فريزر وتقعد في الثلاجه مش اقل من يوم، فبنحضر فيها دلوقتي انا وتشيف محمود ان شاء الله، ونطلع لكم حاجه محترمه. هننزل الزيت واللبن، ناخده على طول على الكريسبي بتاعنا اهوت. هو ينفع ببقسماط؟ هو ينفع ببقسماط على فكره، مفيش مشكله، ولكن الكريسبي خليها لك مظبوطه قوي، القرمشه بتاعتها وكل حاجه بتطلع معايا مظبوطه قوي بصراحه. وقلت لك عايزه تحطها طبقتين حط لها طبقتين، لكن انا شايف بصراحه ما تحطلهاش طبقتين ولا حاجه. تعال نقلب ديت. بص يا استاذ عامله ازاي؟ الزيت لما يبقى سخن بصراحة بتفرق في الشكل اهي. هنا اعمل ايه؟ خلصنا اول كده مرحلة، هنصفي الزيت عشان ايه؟ يكون الزيت سخن للي جاي على طول، عشان هنعمل البطاطس وهنعمل الفراخ. تعال نفتح واحدة استاذ جمل. ايه الناجتس بتاعتنا؟ بص من جوه عامله ازاي؟ متهويه وحاجه فل الفل. حطها هنا كده بقى، والقرمشه بتاعتها الجميله، تقدم مع مايونيز وتقدم مع شويه كاتشب كده، حاجه فل ان شاء الله وحاجه تعجبكم جدا. اهم حاجه في الزيت وانت شغاله فيه، يفضل طبعا يكوني معاكي مصفى صغيره
هوريك الفكرة اهي، ده افضل حاجة طول ما شغال كده عشان الزيت ما يفسدش على طول. تقوم ايه منضفة كده بمصفى صغيرة كده اهي، كده عشان الزيت لونه يفضل معاكي تمام ويقضيكي قالية واتنين وتلاتة. خلاص كده كده الناجتس بتاعنا خلص، اللون الذهبي التمام.